مثل ما تصد كاميراتكم لدور المرأة بالمظاهرات، مثل ما تشفتوا راح تجوا الدكتورة والمسعفة والفنانة واللي ساعدت واللي تطبخ، يعني ماكو فرق بين ذكر وانثى بهالمظاهرات. مثل ما اكو اشهد بهالمظاهرات اكو الابوان، وانتو عينكم تشوفون انه ماكو فرق بين ذكر وانثى بهالمظاهرات، ودورها الفعال والانجازات من الشجاعة وطولها حاملتها المرأة بالمظاهرات. يعني انكسر الحاجز الذكوري بالضبط، انكسر يعني ما تقول شيئا عن الذكر في المظاهرات. مثل ما ذكرت كما يوجد اشهد وجدت الابواب في هذا المظاهرات، شفت انه يعني انطى الدعم كلش كبير في هاي المظاهره واسناد قوي المظاهرات، انكسرت جميع الحواجز اللي تفرق بين الذكر والانثى، انه هذا الوطن ليس وطن للذكور فقط، انه وطن للاناث. انه دورهم اؤكد ان دورهم فعال وشجاعتهم رساله لعدهم، انه موجودات بالاسعافات الاوليه بالخط الاول، موجودات بالمواقف تساعد بحملات التنظيف والتوعيه، منشورات لوحات فنيه رسمت مثل ما شفتوا موجوده، اللوحات موجوده بالتحرير، هواي امور. انه يعني انتهى انه في شيء اكو حاجز بين الذكر والانثى، كلاهما سواسية. بالبداية كان اكو معارضة من قبل الاهل لخروج المرأة ونزولها لساعات الاعصاب، ولكن بعدما نزلوا الاهالي والعوائل الى ساعات ورأوا يعني بهم اعينهم شنو بدا يصير بالمظاهرات، انهم قاموا يشجعون شكوا امرأة انه تنزل للتحرير او بنت، لانه شافوا انه الجميع هنا اخوة، كنا متعاونين، كنا موجودين تحت راية العراق، تحت راية العراق، انه لا انه اصلا هدفنا احنا مكافحة الفساد. بالبدايه صح كان اكو زيد، بس وراها صار دعم من العوائل كلها، شفنا توافد الطالبات والفنانات والدكتورات على مستوى، شفت حضورهم موجود في المظاهره. طبعا دور المراه كلش كبير بهاي المظاهرات اللي صارت، كنا ماخذين نظره كلش محلوه عن المراه انه ابد ما تتدخل نهائيا بالسياسه، بس هالمره كلش تدخلت، خاصة يعني الكليات الطب النسائية خاصة بالساتر الأول، من الجسر وما تلقى شكو يصير طقة تلقى البنات بالمقدمة. يعني أكثر شيء يعني شوفت عيني، أنا شفت بنات دينزة من جوا الجسر، من جوا الجسر صعدت على الجسر وفي سبيل يداون، لأن كان واحد مصاب ويداون الشباب، يعني موقفهم كلش بطولي، ويعني احنا نفتخر بهذا الشيء انه النساء يعني أدن واجبهن كأول شيء يعني بنية، وثاني شيء كأخت، وثالث شيء يعني كموقف بطولي بالعراق. يعني احنا ما كنا أصلا متصورين هذا الشيء، قطت معنويات حافز الكل شاب، يعني من حقه يطلع يتظاهر، من حقه يسوي شيء لنفسه، وهي همات. يعني اكو أغلب العالم قاعد يصير عندهم تعيينات من جوة جوة، وهذول العالم خطية اللي متخرج صار له هواية، فحقه هو يطلع يتظاهر إن كانت مرأة وإن كان رجل. الدافع كل شيء الشباب، وكل يعني مو بس المرأة، حتى العوائل هي قامت تساعد إنه بناتها يطلعن مظاهرات، وبالتالي إنه حتى المراحل الابتدائية ومراحل الثانوية والإعدادية قاموا يجون، يعني فد الطوم معنوي كلش قوي للمظاهرات، وخاصة يعني نظفن خطية، واللي ما تقدر يعني تأدي واجبها كمسعفة خطية يجي ينظفن هذا كرسم، يحلون جمالية الشارع، يعني فالدور كلش حلو، وأنا أشكرهم من كل قلبي والله العظيم. والله دور المرأة مشرف، يعني رفعوا راسنا بكل شيء كل المجالات، زين يعني افتخر المرأة، والمرأة الحمد لله رفعت راسنا بكل المجالات، وخصوصا بهاي الظروف وقفة حلوة ويا المتظاهرين بالإسعاف بكل شيء. الإسعاف يعني نزلت للشارع تطالب حقها، الخريج ماكو وظائف، يعني هذا كله من حقها، انظلموا يعني ما ينظلموا. مشكلة حلوة أشوف ثاني، شفت هاي اللي تطبخ، هاي اللي تغسل الملابس، يعني فشي شرف كلش حلو. هاي تماسك بين المرأة والرجل، إحنا يعني كأخوة، يعني ما شاء الله دا أشوف نسوان كبار، يعني كسر الحاجز
أكيد. وهذه هاي يعني هاي الفترة تماسك العراقيين، يعني ماكو دا أشوف فرق سني شيعي كردي، كلها ما شاء الله كلها كلية العلوم الطب، حتى اللي ما عندها شهادة اللي عندها شهادة كلها ما شاء الله كافة ال يعني الفئات. أنا دا أشوف إنه هي مو كلها، بس دا أشوف ما شاء الله دور المرأة دور مشرف ودور قوي وشيء كلش حلو، يعني أفتخر والله يعني لو أشوف ساني بهذا ما شاء الله. البناء المرأة ويا الرجل مساندة وبكل شيء وبكل شيء دعم إله، وكل رجل عظيم وراء امرأة، يعني هذا المثل صحيح. والله صراحة المرأة لها أدوار مشرفة بهاي الثورة اللي قادها الأبطال والأحرار. النساء لها دور مشرف خاصة بالمفارز الطبية وبالتنظيف الشوارع، فنسأل الله التوفيق والقبول الأبسط للأشياء اللي قدمها. يعني يكفي أن أقول لك إذا طاح شخص معين أنه تركض هي قدامنا شيله، يكفي أنه مثلا تركض لك أنه أخويا إيش محتاج، أخويا كذا، داوي، تسعف، تنظف، تعطي طاقة إيجابية، ترسم، يعني لها أدوار كلش إيجابية صراحة. يعني المرأة العراقية شان لها دور مميز بهاي المظاهرات، منها الفنانة، منها الرسامة، منها المتظاهرة، منها المنظفة، وإحنا دائما يعني هنا من بداية التظاهرات لحد هسه بنشوفها، منها اللي بالمفرزة الطبية، ومنها اللي تنظف، ومنها اللي تساعد، ومنها تخدم، ومنها اللي تشيل الجرحى، يعني أبد ما قصرت المرأة العراقية بهاي التظاهرات. وسووا حملات همينة البنات العراقيات، همينة بالدخل النفق، همينة جملوا رسموا، منها نظفت النفق، منها ساعدت، منها حطت أضوية، يعني أبد ما قصرنا. دور المرأة مهمة بالمظاهرات، هواي بنات جو هنا تركوا دوام الكليات طبعا، ومن عد اللي ساعدت بالتضميد بالإسعافات الجرحى، اللي طبخوا واللي نظفوا واللي رسموا هواي، فأكيد هي مهمة بكل مكان مو باسم المظاهرات. لو ما المرأة ما نجحت زين، هذول من اللي نقذهم الجرحى، من اللي رسموا غير. دور المرأة لا يقل أهمية عن دور الرجل، المرأة قامت بدورها هنا يمكن وضعف همه، المرأة كانت أم أو أخت أو أي دور أو أي فئة عمرية هي شاركت بهذه الثورة. من بعد 25/10 لحد هذا الوقت المرأة تلقيها بالشارع العراقي موجودة بكل أصنافها، كانت شابة أو حجية أو طفلة، بكل أعمارها شاركت هنا، قامت بدور المسعفة اللي تنقل المظاهرين بالصفوف الأمامية، وحالها من حال الشباب يعني الأبطال الموجودين بالساتر الاول، وقامت يعني المواكب اكثر المواكب كانت تأدي دور الطعام والاكل نقدمه للمتظاهرين بالمطعم التركي وبقيه الاماكن، قامت بلم النفايات وتنظيف الشوارع وازاله القمامه واي اي اي هوسه هنا هي مشاركه بها المراه. وجودها اذا ذلك يعني حتى لو نجي اكو بنات يعني انا من ضمنهم صديقات يجون يعني ما يساهمون، بس دورهم هو كافي. يعني شباب تكيف من يشوف المراه اسناد وقوه، يعني مثل ما نقول دعم لوجستي، يجون مجرد المكان يملي، ساحه التحرير تنملي، لان مثل ما تعرف يعني الثوره لازم تصير خبط، يعني فدورها كان يعني اسناد وقوه ودعم للشباب الموجوده هنا بكل صنوفها. قوت صفحه قوت وانكسرت النظره انه هي بنيه تطلع هاي مظاهره، او مثل ما نقول هي باب الشرجي او العلاوي، هيك اماكن البنيه ما توصلها ببغداد، بس مثل نشوف يعني لحد المغرب لحد الليل اكو هنا بنات يبقون ويمارسون دورهم وعملهم، لان هذا الشيء يعني ما بي بنيه او ولد بهيك ظروف، يعني البنيه اللي تقوم بدور الرجل واكثر يمكن هنا. اما من ناحيه الشباب فيعني كل هنا حسيناهم اهل، يعني ماكو ما شفنا اي يعني مو انه اعلام ودندافع او نحسن صوره الثوره، ولا ما هذا هو صحيح اللي هنا، بس ما صارت يعني الشباب كله هنا ايد واحده، ولد وبنات، يعني كنا يعني نقوم بدور واحد هنا، ما صارت اي خلل او اي مشكله صارت هنا احنا والولد. واحنا عندنا معانات، يعني عندي ولدي وبناتي خلنا نقول ماكو تعيين، بس احنا هسه نريد تغيير بعد ما تصير اذا اكو رجعه واكو مثلات حكومه بعد نجاملهم، ما يصير. انا داري اجي اشجع بولدي واصعد فوق وانزل جوا واجي اجيب الله قاسمه لهم اوزع لهم، وانا ولدي هذول والله ولدي حزبيهم والله العظيم. اي والله وحده وحده، احنا بعد ما تختلف واحد عن واحد،
الريتها شلع قلع، ما ريتهم بعد ابدا، لا ريتهم ولا شيء، لان بس اجانا التهديد وجانا الحرق والموت، ويعني سووها خرابه وماكو ترابه. العراق هذا العراق قالوا نسوي الخضراء، صار الصحراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونشكر هاي القنوات اللي باشرت ويا المتظاهرين لنقل معنويات الشعب، شكرا جزيلا لكم. ثانيا احنا نريد دستور خالي من الفساد، دستور دائم لهالشباب هاي، ونريد مستقبل دائم ما بي فساد، ونريد تغيير حكومة لا بها دكتاتورية ولا بها احزاب ولا بها فساد، نريد حكومة نزيهة على مستقبل ولدنا هالشباب هاي، الراحة الضحايا على ذولا ما يسوون والله العظيم. ها وفجعوا هالعراقيات الامهات، فجعونا ولدنا وبإخواننا، فجعونا فجعة كبيرة. يعني هسه هم يرضون على ولدهم؟ دوري شنو بالتظاهرات كان؟ أني دوري كمواطنة عراقية عندي غيرة، ها؟ والغيرة العراقية تظل تنبض بينا إلى آخر نفس بينا. هسه احنا بخدمة أولادنا وبخدمة إخواتنا، منا لمن نموت، نخبز ونطبخ وكل شي نسوي. خب ما نعوف ولدنا لوحدهم، ها؟ صار لي 28 يوم. عراقي ذهب يا يمه، ذهب ما شايفين منه ربع دينار، ليش يا يمه؟ كله بيد امريكا وبيد اسرائيل، ها؟ وشعبنا ميت من الجوع. والله دورنا متضامنين هنا من يوم 25، متضامنين مع اولادنا مع الشعب العراقي، واحنا نقولهم لو انتم زلموا تستحون على نفسكم انطلعوا من الكرسي، انشلعوا من الكرسي. انا هسه مره موجوده وتقول لي ما اريد اسوي لقاء وياك، اقبل اتقبلك ما اتقبلك، بس هم لو يستحون انشلعوا من الكراسي. شاو خرب من يوم ومن اثنين، هاي لهم 16 سنة لزقوا بالكرسي، احنا ما نريدهم، الطفل ما يريدهم، المرأة ما تريدهم، الرجال ما يريدهم، شاكم كلبين بالكراسي، فاسدين ما نريدكم، الشعب يصيح ما نريدكم، شاكو بعد موجودين ما نريدكم، ومتواجدين هنا نعجن ونخبز ونطبخ إلى آخر نفس. أولا دور المرأة العراقية، هي المرأة نصف المجتمع. احنا هسه هاي النساء تطالب بحقوق اولادهم لا اكثر ولا اقل، كلال العنصريه كلال الطائفيه، احنا نطالب لا ميثاق للشرف. اول البارحه جلسوا بمكتب عمار الحكيم انه ميثاق الشرف، احنا ما نريدهم، المجرب لا يجرب، والمرجعيه حذرتهم وقالوا المجرب لا يجرب، وهم جاي يتجاسرون على المرجعية وعلى الشعب، وهاي مخططات إيرانية مخططات أمريكية، بس أكثر شيء إيران قاعد تتدخل بشؤون العراقية. ونطالب بحل البرلمان، تعديل الدستور، أقالة الحكومة، حل الأحزاب، توفير الفرص العمل للشباب، ولا مجاملات، الريد مساءلة وعدالة في هذا البلد، حصة من النفط مثل ما أنت تطالب بحصتك، أنا أريد حصتي من النفط. إحنا ما جايين هنا حاطين تواثينا، إحنا عندنا بس أعلام عراقية رافعينها سلمية، لحد الآن سلمية، ما عندنا أي مشكلة، لا شايلين سلاح ولا شايلين همرات ولا دبابات، سلمية سلمية سلمية. أدور مؤثر بهاي التظاهرات خصوصا من النساء الطلابيات، يعني من جامعة كربلاء، من الجامعات الأهلية والجامعات الحكومية، حضورهن يعني حضورهن تقدر تقول دائم، وخصوصا في فترات الصباح اللي هن دائما متواجدات، اللي هن اللي طبخن وهن نفس مقيمات يعني داخل الخيمة، إلى أن يعني يجي الليل وهن الله يروحن. وياهن أيضا المرأة الموجودة أم رعد، صار لها 27 يوم بالخيمة ويانا، دورهن جدا فعال، يمكن أكثر مظاهرة حاليا بتاريخ العراق تفعل فيها دور المرأة هي بهاي المظاهرات. دور المرأة جدا فعال، وخصوصا بنات أو طالبات جامعة كربلاء دائما هن متواجدات ويانا، ودعم أيضا اللي ما تقدر تجي، أيضا دعم لوجستي موجود، وهذا الشيء ما أشوفه يعني راح ينتهي بهاي الأيام، مستمر ويانا، وبالعكس قاعد يعطينا حافز نظل.
اليوم إنه يمكن 27 أو 28 هنا بهاي الخيمة، 28 يوم إحنا البنات موجودات ويانا، وبالعكس يوميا قاعد يزيدن أكثر، وهذا الشيء أيضا يعطينا حافز، وإن شاء الله ما نتراجع إلى أن تتحقق مطالبنا. وراء كل رجل عظيم امرأة. اليوم في تظاهرات العراق اللي انطلقت يوم 25 أكتوبر ولهذا الوقت ترى التكافل الاجتماعي زادت أواصره ما بين النساء والرجال، خصوصا بهذه التظاهرات تراهم يركضون مع الرجال من أجل دعم المتظاهرين، سواء كان دعما لوجستيا أم دعما معنويا. اليوم ترى هذه التطورات الحاصلة في التظاهرات، وترى النساء هم من يدعمون المتظاهرين بالاستمرار والمطالبة بحقوق المعنيين من المواطنين العراقيين بمختلف المحافظات العراقية. هذا شيء جميل، هذا شيء حضاري، يعكس صورة إيجابية لكل العالم. اليوم هذا الدور هو رسالة واضحة لكل السياسيين، لا يقتصر الدور على السياسيين الفاسدين فقط المتولين حكومة الرئاسة بهذه الفترة، إنما السياسيين الذين عاثوا وجثموا على صدور المواطنين العراقيين وحرموا هذه البلاد من ثرواتها وعطائها للمواطنين. هذه رسالة واضحة لكل السياسيين أنهم يدا واحدة من أجل التغيير والمطالبة بحقوق المشروعة من كربلاء المقدسة وكل المحافظات العراقية. دور المرأة اليوم فعال جدا، وخصوصا في هذه التظاهرات التي انطلقت منذ يوم 25 بالشهر. دورها فعال من خلال الدعم ومن خلال تواجدها في مخيمات الاعتصامات. طبعا احنا اليوم هنا موجودين بخيمة اعتصام جامعة كربلاء، ودور المرأة هنا كلش كان قوي ويانا يعني الحاجة ام رعد والحاجة ام صلاح مثل ما تشوفوها في الكت التربية موجودة من بداية المظاهرات لحد الان، هن يطبخن ويجن من الصبح وجبة الريوق ووجبة الغداء ووجبة العشاء كلن يسوونهن وينظفن ويجيبن تبرعات، وجهودهم مشكورة. كذلك طالبات جامعة كربلاء مشكورات يجن ينظفن ويطبخن ويساعدن اخوانهم المتظاهرين. وهاي يعني رسالة كلش قوية بأن المرأة هي مو نصف المجتمع بل هي كل المجتمع، يطبخن ويدعمن المتظاهرين، وكذلك نزلن ويانا بالساحة ويتظاهرن ويهتفن، وهذا شيء إيجابي على أنه المرأة لها مكانة كبيرة بمجتمعنا العراقي. قول الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات، أبدأ من هذا المنطلق أنه اليوم المرأة في المجتمع العراقي وخصوصا في التظاهرات اليوم كان لها دور بارز وبشكل غير مسبوق له مثيل في هذه التظاهرات. اليوم أشوف الحجية، أشوف خالتنا من ضمنهم أم رعد اليوم، وأشوف غيرها كثير من نساء الطالبات وأخواتنا الكريمات ربات البيوت، أمهاتنا، الكل اليوم ظاهرات بشكل علني وبشكل مساند ومحفز للجماهير وللطلبة ولكل شرائح المجتمع. اليوم لما يكون للمرأة وجود واضح يكون هنالك دور، هنالك فعل قوي جدا يحفز كل الموجودين. ومن هذا الكلام أقول لكل أمهاتنا إنه كنا عون للمجتمع، إنه كنا صانعات الأجيال، إنه كنا مربيات الأجيال، واليوم دور كنا في التغيير الواقع والحقيقي. اليوم أنت المساندات وبشكل فعال. اليوم أني كل فخر أم عراقية، اليوم كل فخر أختي عراقية، اليوم كل فخر أجداد جداتي كلهن عراقيات. اليوم أنا أفتخرهن عراقيات، اليوم هن لديهن بصمة فعالة وقوية جدا. دوري أم ويا الطلاب ويا المشاهدين الموجودين بالساحة، أم أنا طالعة وياهم أجاهد وياهم حالي من حالهم، صار 27 يوم وياهم، وركب هنا على الطلاب أطباخ عشاء ريوق وغدا وعشاء لهم، وحالنا حال ولدنا خب ما نتيهم والله ونقعد بالبيت بيدي، يعني بيدي أنا ما أقول لك أضرب حجارة لو شوف شيني، أنا إيدي أركب للولد
يعني أسوي لهم الشيل يردوني، وصار لي 27 يوم أنا وياهم، 10 أيام بالساحة أفتر. بعدين الولد قالوا لي خالة شكو ماكو هيجي، قالوا أريد خيمة، جبت خيمتي خليتها لهم وياهم، هسه أنا حالي من حالهم. وكانت أروح يم الساحة شوية أفتر وأرجع وأشوف شنو بيها ما بيها، وشفنا أشكال، شفنا شهداء، شفنا جرحى، أشكال شفنا يعني. نريد حقوقنا كنساء، يعني حالنا حال الأمم والعالم اللي تأخذ حقوقها. إحنا شنو ذنبنا؟ عايشين ببيوت تجاوز، وجوا علينا يردون يفلشونا، وظلينا حايرين. أنا ما عندي مشكلة، دوري كاميرا، أنا أساند أخواني بهاي المظاهرات، ويعني أي شيء يحتاجون أقدمه لهم، يعني كمرأة عراقية. بس الثانية بعد إنه رجل اعتقلوا بالمظاهرات، ليش؟ يعني كاتلينا، مأذينا، معذبي عذاب تام. زين ليش هيك؟ يعني أنا 5 أيام أدور عليه، يلا لقيت، لا خليت مكان ما دورت، لا بالاستخبارات، لا بالشؤون، لا بالفوج، من مكان لمكان، وأنا ما عندي، يعني مرة قاعدة بتجاوز، إذا مطرت الدنيا علي خور. هسا أنا رجال مريض نايم بالبيت، دور هسا جنسيته وموبايله بالاستخبارات. وفوق هذا يطلبون من عندي 500,000، يلا نطلع إلش بدون يعني هذا اللي تكفيل، أنا منين أجيبه؟ يعني لما طلعته بس الله وأهل البيت وياي، وأفتر 4 أيام يا الله لقيته. إحنا كبنات اللي نوصل رسالة للمجتمع إنه إحنا البنات مكانة مو بس بالبيت، البنية حال الرجل، يعني هي لا تقل شيئا عن الرجل. يعني إحنا من طلعنا نساند إخوان المتظاهرين ولو شيء بشيء بسيط، بس يعني شيء حلو، يعني من يشوفونه إنه إحنا كنا وياهم، يعني هالشيء يعني حلو. فأنا أحب أوصل رسالة إنه بعض الناس اللي يقولون البنية مكانها بس بالبيت وبالمطبخ، لا، البنية بيت مكانها مو بالمطبخ، واللي يقولون البنية صوتها عورة، لا، البنية صوتها ثورة. والله رسمنا رسومات يعني بسيطة حتى تبين، يعني ولو شيء بسيط من إخواننا الشهداء اللي راحوا، وهالرموز التعبيرية اللي يعني تشارك إنه كعبرة بسيطة. الرسالة اللي أحب أوصلها للعالم إنه البنية مكانها مو بالمطبخ، أوكي؟ يعني إحنا كنساء عراقيات قويات، أوكي؟ وهاي وقفتنا ندعم بها المتظاهرين، ونكون جزء فعال من الاحتجاجات، ونوصل صوتنا لكل العالم بإنه المرأة أوكي مكانها مو بالمطبخ، مكانها إنه تبدع، وهي نصف المجتمع، أوكي؟ وهي مو ناقصة عقل، بالعكس المرأة يعني هي كلش قوية، وخاصة العراقية طبعًا. وهاي رسمتي طبعًا، عنوانها صوتها ثورة مو عورة، يعني للدلالة على أن المرأة يعني إذا تكلمت أو حكت فهي يعني هي يعني كلامها جزء من الثورة. أنا رسمتي صوتها ثورة وليس عورة، يعني ده واضح للعالم إنه المرأة العراقية قوية وتوصل صوتها، ومكانها مو من المطبخ نفس ما يقولون. وهاي يعني هاي التوضيح من رسمتي. والله أنا أرسم حلمي، يعني فشي شوية مختلف، يعني شوية بعيد عن الثورة وهيك كذا شيء. يعني حبيت أرسم حلمي رغم يعني إنه الأجواء اللي ما تساعد إنه الواحد يصير لواهز إنه يحلم بهيك دولة ويعني بهيك حكومة، بس يعني دا أوصل إنه الفكرة من رسمتي إنه أنا رغم كل هاي الظروف أنا ما أتخلى عن حلمي، وأبقى يعني أوصل له بكل الطرق. وكتبت جملة فوق إنه الوطن هو الدواء المفضل إنه، يعني ويعني سأكون صيدلي، يعني حتى العالم اللي تشوفها يعني صار لها واهس إنه ما يعني ما تتراجع ولا يأثر عليها هاي الأجواء بأي شغلة. هي هذا الشيء كسر الحدود، إنه كانت المرأة العراقية محرومة من كل شيء، أقل شيء يعني كله بس للرجال وللولد، ويعني المرأة العراقية تقعد بالبيت وتسكت، يعني شغلها بالمطبخ، وأصلاً يعني صوتها ما يسمع لازم. بس إحنا كسرنا هاي القيود وطلعنا نطالب بكل شيء، حالنا من حال البقية، يعني اللي عايشين بالدول الخارج مو أحسن من عندنا، بالعكس يجوز إحنا أحسن. والدليل إنه بالتحرير سووا أشياء وشغلات يعني عجبت العالم، إنه ما كانوا متوقعين هيك شيء من الدولة، يعني وهيك شعب موجود بالعراق هيك يسوي، والقادم أفضل إن شاء الله. أنا أحب نوجه رسالة، يعني هنا مو بس المرأة العراقية قاعدة بس بالبيت إن شغلتها تكنس وتنظف وتخدم، لا، بل هي عندها مواهب كثير، منها هي الرسم، تقدر إنه كثير مو بس الرجال يطلع مواهب ومرة هي خاتلة يعني بالبيت وسكتة، لا، بالطبع إنه هنا عندنا رسم نقدر إنه نرسم، يعني نرسم ونقول إنه هي المرأة عندها
موهبة تقدر أنه تطلع للشارع وترسم حالها على أي واحد، وخي يشوفون مثلا الحكومة هنا الشاب العراقي أو الامرأة العراقية عندها كثير من المواهب، مو مثلا يوظفون اللي عندهم يعني عندهم واسطات ويخلون الشاب حاير بدون أي عمل بدون أي شيء، وهو يعني بس يدور على عيشته. يعني شنو هنا بس نرسم هاي الزخرفة على مود يعني مشاركة أحسن للمنظر للشارع أبو كان ما هو يعني مشون صاير. إحنا نريد نحاول نرتب إحنا نطلع، ما ننتظر إن الحكومة هي تسوي لنا شيء، إحنا نحاول نطلع نريد نغير النظام، نغير نريد وطن، هذا أهم شيء نريد. يتبهون للطالب، الطالب إنه يتعب ويدرس وبالأخير يلقى ماكو تعيين على شنو. إحنا يعني أكثر شيء هنا من الطالب يريد شو اسمه نطالب على مود تعيين ووطن أكثر شيء. فيعني شوية نزل المعدلات، يعني خطية الطالب عقب يتخرج ماكو تعيين إليه. السهنة علمي مثلا إحنا أخذنا معاهد خلصنا، زين الأدب شلون؟ الأدب كلهم يقعدون بالبيت وسكتون، أكثر معدل بالتسعين وإنجليزي وماكو تعيين. أريد أن وصل الفكرة أن للبنات كليتهن مو بس يقعدن بداخل البيت ويسكتن، أن لأنهن بنات يخافن من هيك وضع، بالعكس هسه هن كبنات وكشباب كليتهم دا يساعدون بيناتنا على أبسط شغلة. هسه الولد موجود هنا طلب من عندنا ألوان عادي، يعني ما قلنا عيب أو قلنا راح يتحرش، لأن ما كنت أحرش بهذا الوضع. خلي كل واحد عنده موهبة يطلعها، ما يقول عيب ولا يقول أن ما حد راح يسمعنا، لا كلها تسمعنا حتى لو ما سمعوا، المهم هم يطلعون يشوفون نفسهم كشاب كبنيه. يعني ما يقولون ان عيب هذا مجتمعنا احنا عراقيين او شيء، لا افتخر بنفسك من تطلع وترسم، يعني هذا الشيء كلش حلو، يعني يشجع البنيه. يعني هسه انا من طلعت راح اشجع هوايه من البنات انه راح يطلعن، ما يقولون احنا عيب احنا ما يقبلون، بالعكس يعني واجب هذا علينا كل واحد انه يطلع بنته ترسم، مو يعني يطلعها يقول لك انا اطلعها ارسمها، لا هيك لا عادي، يعني لازم واحد يطلعها. والله دور المرأة مو نشوفه، كل العالم يشوفه. المرأة أثبتت وجودها وعراقيتها وغيرتها على أخوانها وأهلها، وما قصروا الناس. المرأة اشتغلت في ساحة التحرير طباخة، اشتغلت مسعفة، اشتغلت كل شيء، ما قصروا. قبل كم يوم طلعوا مظاهرات مال لبنان، عيني اضطجت بها المواقع الاجتماعية وفيسبوك ما ادري شنو، بانه المرأة طلع مظاهرات، المرأة كل شيء. كانوا ماخذين نظرة على المرأة العراقية دورها تطبخ بالبيت وانتهى الموضوع. هسه بهاي مظاهرات اكتوبر اثبتت ان المرأة بانه هي تعادل الرجال، خلينا صريحين. المرأة ما قصرت، واكو واجرات، يعني اسولف لك مواقف، يعني والله فرك رجلين، نسوان شالات كاس مال زبالة ينفون، نسوان يعني سوون الشيء اللي الغيره العراقيه صحيحه. كلهم خواتنا وماتنا وآل من دوري. اشكر كل البنات غادي والنسوان غادي الكبار امهاتنا وخواتنا على الدور، وهذا الشيء زاد حافز من ظهر من يشوف مرأة القضايا وبنيه عمرها 15 16 سنه تسعف لها. والله العظيم من كثر ما تفقد اعصابها شيل الزمه تصعد بالتيك توك وتسعف. فان شاء الله خير. دورها مشرف ورفعت راس كل العراقيين، احنا اللي نشوفه بساحه التحرير هاي المراه الشريفه والنزيهه والعفيفه من ممرضات من اهالينا من امهاتنا، شيء ما ينوصف، يعني حقيقه شيء ما ينوصف. يعني هاي كانت العالم ماخذ نظر ان المراه فقط بالبيت شغلها، لكن اللي شفناه من صارت التظاهرات من 1 تشرين ولحد الان، من 1 اكتوبر ولحد الان شيء ما موجود بكل العالم. يعني العالم كله حكيت قال لك لبنان ولبنان، لا والله العلي العظيم اللي شفناه بين الغاز المسيل للدموع وبين هاي التيك توك وبين السيارات ينقلون بهذول الجرحى وبين المصابين ويعالجوهم، وطبيبات من عندهم يشيلن علالك، شاهد الله ورسوله علالك تكرم مال الزباله يشيلن يخلن يلمن وسخ مال ما وسخ يلمنا ويخلنا بالعلالك. موقف مشرف وبطولي ورفعت راس والله، لا مجامله ولا تملق. اللي شفناه احنا بساحه التحرير، يعني اللي شفناه على مدى 40 يوم تقريبا من 1 اكتوبر لحد الان، شيء ما صاير والله العظيم، شيء ما صاير.
او الف من ذول بالاحزاب اللي منتمين للاحزاب، وكرم السامعين عالها يشرفهم كلهم للاحزاب اللي موجوده بالعراق. يعني انت تعرف انت معارك داعش هاي اللي صارت بالموصل وبالفلوجه وبالرمادي ما بهم ما يقارب 12,000، هسه فوق 16,000 جريح، متظاهرات 16,000 جريح، كلهم دا يعالجهم، كل جهود جباره من قبل خواتنا وامهاتنا. ها بالمناسبه كنا شيل ننسى ان امهاتنا الطيبات اللي قاعد يطبخن وقاعد يطلع المظاهرات ودنشوف انغاد شو يقود الوجه. يعني مرات تشوف تقول مرات حتى واسم مالك شلون مالك واسلع بالمظاهره، بس من تروح تشوف النساء وتشوف الامهات يصير عندك حافز يا اخي. حتى من نجي نسولف هنا حتى الرجال الكبير قام يطلع ويانا يجي. حقيقه المراه حق من حقوقها ان تتظاهر وحق من حقوقها ان تطالب بهذه الحقوق وتطلع لها مطالب. والمراه لها الدور الفعال في حتى في زمن الرسول في المعارك الماضية وفي المواقف الحاسمة كان للمرأة دور عظيم جدا، ونحن موجودة الخنساء وغيرها وأمثالها لهذه اللعبة. وفي هذا الوقت الحاضر المرأة هي الركيزة الأساسية أو الدافع القوي للمتظاهرين جميعا، مع خروج جميع شرائح المجتمع، جميع العراقيين من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب بألوانهم. هم كل هو العراق مزهرية على شكل أوراد، كل وردة من لون، يجب الكل تخرج والكل تطالب مطالبة واحدة، لا فرق بين الرمادي والبصرة ولا فرق بين أربيل والكوت والعمارة والحلة وبغداد، الكل واحد. بصراحة كان للمرأة دور بارز ومتميز، لا سيما نسائنا الكبيرات الذي جاءن ببناتهن وخواتهن إلى المظاهرات، ورأينا بأم عيونا أنها تطبخ وتأد الطعام بيد وبيد أخرى تطالب بحقوق النساء بكلمات وبعبارات تنم على كرامتها وتنم عن مصداقية خروجها إلى المظاهرات وتعرف ما لها وما عليها. المرأة العراقية أبلأت بلاء حسنة وكانت شبيهة بنسائنا السابقات، واليوم لاحظناهن هن يعدن الرجال ويغلقن البيوت والخروج إلى المظاهرة لغرض طلب حقوقهن المسلوبة. يعني أنت اليوم كشوف مشاركتها بالمظاهرات نؤيد ونساندهن ونحن نفسح لهن المجال بما سعى في سبيل أنه تطالب بحقوقها كامرأة تعيش في هذا البلد. نعم ويوجد مساحة واسعة إلى المرأة من ناحية الحرية، لكن كحقوق الحقوق أغلب النساء حقوق مسلوبة وعدم إقرار لها حقوق في القانون وفي الدستور. الدعم اللي احنا نقوم به يعني كمظاهرين كنساء هذا شيء حلو ايجابي بالمجتمع، يبرز انه المراه مو مختصه بس بالبيت والاطفال ولها، انه هي نصف المجتمع وتربي المجتمع نصف الاخر، فهي من تكون هي كانتفاضه كترفض العبوديه بكل اشكالها، فهو هذا شيء جميل وناجح. يعني اعتقد هو يقدمون النساء بالمظاهرات يعني فشيء اكثر من رائع، ويعني دليل انه المجتمع العراقي واعي ومثقف، وانه بكل طوائفه بكل اجناسه، فهو شيء جميل حيل اكثر ما احنا حتى نعبر به عن كلام، ونشوفها بساحه التحرير وكل الاشياء نشوف شيء قصه هادفه لكل الشعوب وشيء نفتخر به امام الوطن العربي وامام العالم كله، ما يقتصر على العراق فقط. يعني هو شيء المراه يعني اكثر ما انت تتوقع انه هي عندها طاقه انه تقدمها للوطن، وكل من مكانه اذا ظاهرت او ما ظاهرت كمدرسه كطبيبه كمهندسه كربه بيت، فهي كلهم انتاج للمجتمع وينتج باذن الله تعالى شيء حيل يعني بها فائده للمجتمع. يعني العراق عده هالمرحله لان طالعين عندهم هدف، عندهم قصه، واقع حال العراق عده هالمراحل، انه ما اعتقد انه اكو فد تحرش او فد شيء، هذا شيء عدول العراقيين، لانه كل اخ دا يشوف هي اخته وكل رجل دا يشوف هي هو اخوها، المراه تشوف الرجل اخوها والرجل يشوف هي اخته، وطالعين طالبون بحق مو طالعين حتى انه تحرش او هاي الشيء، معدي العراقيين الحمد لله وشكر.
والله المرأة العراقية خاصة العراقية فلا أكون منها بالوطن العربي. يعني المرأة العراقية أثبتت جدارتها بالبلد، يعني هي أم، هي مدرسة، هي مربية، تطلع مع المتظاهرين السلميين. يعني إحنا نريد حقوقنا مو أكثر. المرأة يعني دا تشوف شبابنا كلهم يعانون، ماكو لا عمل لا شيء. يعني لا متى يعني نرضم السياسيين خلي يباعون على المرأة العراقية؟ أول امرأة بالوطن العربي تطلع مظاهرات، لا موجودة بأي وطن عربي، ما شفنا بأي دولة عربية. فالمرأة العراقية لازم واحد يدعمها ينشطها، يعني تشارك. هي نصف المجتمع، المرأة نصف المجتمع، هنا يعني خواتنا وزوجاتنا وامهاتنا، يعني شو توصفها؟ تعجز يعني. فخلي السياسيين خلي يباعون على شعبهم، ترى احنا خيرنا كثير وقاعدين على بحر مال نفط، ونريد شعبنا، ترى تعبنا من الحروب من الويلات، يعني نريد مثل ما يقول حل يرضي للجميع. نريد وطن، وطننا يعني نريد صناعين القرار، نريد واحد يصنع لنا القرار مو نصنع لنا القرار. يعني رجل قياد يلزم البلد تعب. والله المرأة بالنسبة للمظاهرة جيد جدا، يعني رفعت راسنا بصراحة، نحكيك اياها يعني من الجنوب الى الشمال المرأة العراقية تداعي وبحقوقها، حتى بمجلس النواب تحكي. فريدهم يعني الحكومة تنظر لهذا الشعب، كافي عاد لان تعبنا، دعم جيد جدا، لان مجروحات خطيئة، مجروحات النساء العراقيات مجروحات، مع احتراماتي لهن يعني، وهم ما يعرفون السياسيين، هي المرأة مين، هي من عندنا. فنريد نرجع ونقول نريد رجل يصنع لنا قرارات جديدة بالبلاد. الحقيقة المرأة اليوم هي الرافد الأساسي لأخيها رجل الحرية اللي ظهروا في ساحة التحرير الأبطال. المرأة العراقية اليوم أثبتت وجودها، إنها فعلا عراقية أصيلة لا تقبل الضيم على أخوانها وأهلها. اللي قاعد نشوفها اليوم في ساحة التحرير هذه البنت العراقية بقمة شبابها وحصولها على الشهادة العليا، ونشوفها تنظف الشارع وتنظف مع المتظاهرين وتطعم المتظاهرين وتدعمهم، هذا دليل واقعي ورسالة لكل العالم، خلي يعرف أن المرأة العراقية هي جبل شامخ، وكل العراقيين في قمة الثقافة والعلم. للعلم أكون حالا يعني أفتخر بها بالمرأة العراقية والشاب العراقي رجل الحرية، اللي بكل مظاهرات العالم وصلت نسبة التحرش إلى أعلى درجة إلا في العراق، وهذا إلى نزاهة وثقافة رجل الحرية الشاب العراقي وثقافة المرأة العراقية. نثبت ونوجه رسالة للعالم كله، نقول له نحن عراقيين ونحن قمة الثقافة ونحن مبدأ السلاح مرفوض، وإنما تظاهرات سلمية من أجل الحقوق ومن أجل أن يعيش العراق والعراقية حياة سعيدة، حياة كريمة مثل شعوب العالم المتقدمة. هذه الرسالة هي اللي خلت الشعب العراقي، المرأة والرجل يد واحدة ضد المتسلط، ضد الفاسد، ضد السارق، من أجل لأن يكون العراق يظهر بحلة جديدة هو يستحقها، لأن العراق هو هذا بلد الخيرات، بلد الانتصار، بلد الثقافة، بلد الإعمار، هو المبدأ الأساسي لانطلاق الحرية لكل بلدان العالم، لكل بلدان العالم. فلهذا احنا من يعني اللي شفناه فشي يفرح. يعني هي فكرة، يعني هاي الثورة ما صارت ثورة خاصة للشباب، يعني تحديدا الثورة ظهرت يعني الجانب من المرأة كان مخفي، كانوا يحتقدون يعني ان المرأة خاصة بالطبخ والبيت وتربية الاطفال، اثبتت بهذا انه لا، المرأة قوية، إلها كلامها، إلها رأيها الخاص، يعني لو تشوف هسه الطالبات كلهم يعني حتى أهلهم يساندونهن. يعني أنا اليوم من قلت لأبويا طلعني قال أوكي، يفتخر بي كطلعت أريد حق، أريد أمان. يعني إحنا إضراب، مدرستنا إضراب، صار هذا راح يجي الأسبوع الثالث ماكو دوام عندنا نهائياً، ما يخالف يعني شو اسمه نداوم بالعطلة
نداوم بالجمعة والسبت ما يخالف، حتى لو يطلنا يكدرون علينا، بس المهم نريد مدرساتنا ويانا ويانا. هن قالن مرات اكو طالبات يجن ماما المنتجن نريد احنا يعني نوقف ويا الشباب ويا وطن، نريد وطن يعني كافي تعب كافي. شهدانا خطية راح شنو ذنبها يعني لو اشوفهم، يعني انت ما اعرف شلون اوصفها، بس يعني حرام واحد لازم يرتاح، بلدي يريد امان. احنا اللي طلعنا هسه ونريد حقنا، لان احنا نريد يعني هسه احنا طالبات سادس زين، يعني احنا نريد مستقبل لنا، يعني احنا جايين نشوف وظيفتنا احنا ك يعني كمرأة، انه بس يعني قاعدين بالبيت تنظيف طبخ، لان ماكو مستقبل. صارت الدراسة والشهادة عبارة عن ورقة نصفطها ونخليها يعني بالكنتور، كل شيء ما نستفاد منها. يعني انا اليوم طالبة سادس، يعني اريد اقرا، اريد واهس، اريد يعني ادرس، غير اكو فد هدف معين يعني انزل من الكتاب، اريد واهس يجيني وماكو. اقول ليش احنا بعدين راح نكمل وراح نقعد بالبيت؟ احنا شنو تاليتنا؟ زين احنا بنظر العالم انه احنا المراه كل شيء ما تقدر تسوي، بس هي وظيفتها مطبخ وبيت وتربيه، بس احنا لا، جاي نثبت انه احنا نصف المجتمع، انه احنا مكملين للمجتمع، انه احنا صوتنا نقدر نغير. احنا كنا طالبات بيناتنا انجمعنا سولفنا، ما رضينا بهذا الوضع اللي جاي يصير. تجمعنا شويه، جمعنا فلوس، سوينا لافت، اشترينا اعلام، كمامات. الاداره ببدايه ما كانت كلش موافقه، بس بعدين من شافونا انه احنا جاي نروح وثابتين على كلمتنا، لا هنا صارن ويانا المدرسات، وغياب ما يسجنونا. اكو قسم من المدرسات قالوا انه ما يصير تطلعون ولازم نستمر بالدراسه، بس احنا مع كل هذا جاي نطلع وجاي نوصل صوتنا ونتمنى انه يسمعونا. طالب يعني ابسط الامور، الخدمات، الامان، السلم، منع الطائفيه، احنا كطائفيه ماكو بيننا. بالتالي احنا هسه طلعنا كمجموعه نسويه او كمجموعه بنات، نريد نطالب بحقنا، وعسى ولا علي يوصل، لان هاي الدوله هسه احنا ما جاي نشوفها لا وي المواطن ولا هو، بالتالي هو صوت المواطن. احنا اللي جبناه مو هو اللي اجى، مو اكبر من عقلي ابد، لا بالعكس. احنا مفروض هسه حكومتنا من واحد من يطب الابتدائيه مفروض يعلمه يثقفه، ليش احنا نسمي تربيه وتعليم؟ غير بالتالي يعلمونه يوصلونه يثقفونه. بالتالي احنا طلعنا نريد نوصل حقنا، ما نريد شيء، نريدهم يطلعون. هاي الحكومه احنا نريدها تطلع، ما نريدها تطلع. اكيد على كل اي كان، سواء يعني مره، رجال، طفل، كلهم يطلعون يحققوا يما يردون حقهم، شو نريد احنا قابل؟ بالبدايه هواي واجهنا صعوبات حتى نقنع اول شيء اهلنا، بعدين الجرأه اللي نتحلى بيها حتى نقدر نصيح ونسوي بالشارع، بس هذا كله مطالبه بحقوقنا، لان اصغر الحقوق احنا محرومين منها بالعراق، وخاصه الطلاب. احنا طلاب سادس ورانا امتحانات، بس جاهدنا، لان دم الشهيد مو رخيص، واحنا من جاي نتبهدل وننذل، بعد ما نتحمل انه نعيش ذله، لانه واقعنا صعب، كلش صعب. اللي يشوفنا يضحك علينا، يضحك انه هذا عراقي وكرامتنا بالقاع. احنا نريد نرجع كرامتنا، نريد نرجع حق شهدائنا، ما نريد حقنا يضيع بعد، لان كافي تعبنا. لا لا، احنا كاعدادية الطليعة مدرساتنا ما واجهن اي اعتراض تجاهنا، واول يوم احنا داومنا هن من قلنا لهم نريد نعتصم طلعن ويانا، يعني بالساحة ما داومنا، ما درسنا اي تدريس غير درس واحد وغيرها ما درسنا، ومدرساتنا طالعات ويانا. نعوضها، نحاول حتى لو نداوم بالعطل، وكل شيء نسوي، المهم نوقف وقفة ويا بلدنا. بالحق البنية تشارك بهاي المظاهرات، واحنا كطلبة ان حقوق مشروعة ولحد الان ما تنفذت، وهذا الاسبوع الرابع على التوالي احنا مدرستنا معتصمة، لان ما نفذ ولا اي مطلب تنفذ، وان شاء الله باقين لحد ما تنفذ المطالب. احنا شعب واحد، احنا ايد واحدة ان شاء الله، وان شاء الله احنا يعني فايزين بهذه الاضراب، وان شاء الله ما يضيع حقنا. رهبتنا احنا متحدين هذا الشيء، واهلنا ويانا الحمد لله والشكر، احنا ما مسوين شيء غلط، احنا طالعين عن حقنا، ندافع عن حقنا، وحقوقنا هواي مسلوبة كطلبة، يعني خريجين، واحنا مستعد مقبلين على كليات، يعني شلون هم نفسهم ندرس ونتعب ومعاهد وشي، وهم نقعدوا تاليها، لا ما يصير، لازم نكف عن الظلم هذا. لازم تطلع المرأة والشاب والشيوخ العشائر وكلها، لكن مع الأسف مع الأسف للشيوخ العشائر ما طلعوا كلهم. لازم نطلع، بلدنا وشبابنا كتلوها وولادنا كتلوها ولا تعيينات، وبس لهم
بس لهم يفرهدون بالعراق، صار بس لهم.